رحب أولا بدكتور محمد شادي الخبير الاقتصادي. ازيك يا دكتور؟ عامل ايه؟ كله تمام؟ دكتور محمد صوتك بعيد وشكل الشبكة كده مش ولا بد. طب كويس كده؟ يا سلام، ايوه كده، خلي صوتك ينور الاستوديو، جميل ورائع. حضرتك يا سادة المشاهدين، يا رب دايما بخير وبسلامة وبصحة. يا رب يخليك يا دكتور. دكتور دلوقتي يمكن محتاجين اكتر ان احنا نفهم منك طبيعة او تأثير هذه القرارات اللي تفضل الرئيس بها، وهي المتعلقة بتخفيف من الأعباء على كاهل المواطن. طيب، هو زي ما حضرتك شفت كده، اولا دي حزمه قرارات جايه في عز التضخم اللي احنا شايفينه، في عز ارتفاع الاسعار اللي احنا معانا، وبالتالي الحزمه جايه اساسا علشان تدي قوه شرائيه اكثر الفئه او الطائفه الاكثر تعرضا لاثار التضخم الموجود. عظيم. وبالتالي الرئيس جاي يحط ايده كده على ادنى السلم الاجتماعي، ادنى يعني الناس اللي تعرضت الفتره اللي فاتت لضغوط كبيره جدا، يحط ايده عشان يرفعهم شويه، يديهم يعني عارف حضرتك كده ايه بيقولوا، يديهم سنده كده في مواجهه المشكلات او الضغوط اللي عماله بتحصل لهم من فتره كبيره. وخد بال حضرتك، انا بس هفكر الساده المشاهدين انه دي مش الحزمه الاولى، احنا كده داخلين في الحزمه الرابعه. صح. احنا كان عندنا ثلاث حزم قبل كده كلهم حزم اجتماعيه بتستهدف نفس الشريحه علشان تواجه الضغوط الموجوده عليها. ومش بس كده، الحزمه كمان بتيجي يعني زي ما حضرتك شفت كده، اصحاب المعاشات، صغار الفلاحين، اصحاب الحد الادنى للاجور. الثلاث فئات دول الرئيس بيستهدفهم للمره الثالثه على التوالي. والصحفيين كمان. ايه؟ والصحفيين. المره دي الصحفيين لاول مره. وبالتالي احنا الرئيس داخل زي ما حضرتك شفت كده بيسند في وسط الزنقه، ودي زي ما يعني عشان بس اتاكد على السلام، دي مبادرات الرئيس الشخصيه. يعني حضرتك لو جيت تشوف الموازنه العامه للدوله، علشان بس يعني ايه نبقى يعني الموضوع يبقى واضح للغايه، لو جيت تشوف الموازنه العامه للدوله هتلاقيها لم تتضمن هذه الالتزامات على الاطلاق. هتلاقي الموازنه العامه للدوله فيها زياده للاجور من 400 مليار جنيه ل 470 مليار جنيه، هي الزيادات الدوريه اللي احنا بنعملها مع مراعاه الظرف اللي احنا موجودين فيه عادي. يعني الرئيس بقى كل ما بيلاقي الظروف بتضغط كل ما بيتدخل تدخل مباشر للغايه علشان يعني يحاول يعدل الاوضاع بتاعه الفئات الادنى دخلا او الفئات الاكثر تعرضا للضغوط. وده يقول لحضرتك حاجتين، اول حاجه انه يعني الرئيس يعيش في وسط المواطنين بشكل واضح للغايه، رئيس شاعر بالمواطنين باكثر مما يتخيل المجتمع كله، دي اول حاجه. الحاجه الثانيه انه الرئيس بيضحي بقدر كبير جدا من المتطلبات الاقتصاديه والاهداف الاقتصاديه علشان يراعي الاوضاع الاجتماعيه، رغم انه الرئيس كان يعني عنده التزام. لو حضرتك خدت بالك من اول لما الرئيس وصل الى ما قبل هذه الازمه، الرئيس كان عنده التزام واضح تماما بالمؤشرات الاقتصاديه والمستهدفات الاقتصاديه. ليه؟ لانها كانت بتهدف الى حمايه الامن القومي المصري بشكل واضح. طبعا. الرئيس الزاويه الوحيده اللي بيبص منها هي زاويه الامن القومي والحفاظ عليه. لما الرئيس انجز المتطلبات الاقتصاديه اللي تحافظ على كيان الامه المصريه وتحافظ عليه، دلوقتي بقى الاكثر الحاحا للحفاظ على الامن القومي، زي ما سيادتك نفسه شرح قبل كده، عشان بس احنا ما نكونش بنحمل تصرفاته ما لا تحتمل. صرح بنفسه انه اذا الوضع الاقتصادي هيؤثر على الامن القومي او هيؤثر على حياه الناس هيتدخل بشكل مباشر، وقلب الحرف كده، ده احنا ما يعني 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 ما نعيش على وش الارض احنا. وبالتالي حضرتك هتلاقي الكلام اللي هو قاله بيترجمه طول الوقت دلوقتي، بيترجمه بافعال بقى. المره الاولى هتلاقي حضرتك انه كان بيحافظ على الوضع الاقتصادي بكل الطرق، المره دي هتلاقي بيحاول يحافظ على الوضع الاجتماعي بكل الطرق. دي الحزمه الرابعه. اعتقد كمان ان احنا يعني ربما نشوف كمان يعني 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 تدخلات اوسع من الافتتاحات اللي جايه. يعني مثلا كان عندنا افتتاح قبل كده برفع اسعار الكهرباء اتاجلت، اعتقد ان احنا ممكن نشوف نفس هذا الافتتاح، يعني لو هنمد الخط على استقامته مع اسعار البنزين والمحروقات وهكذا. وفي الحوار الوطني عدد كبير جدا من الـ يعني من الحضور كان طالب بانه الخدمات اللي بتقدمها الدوله تتثبت، اعتقد الرئيس هيثبتها الفتره اللي جايه كلها وهكذا. هتلاقي تدخلات مباشره من السيد الرئيس بنفسه، بعيد حتى عن الحكومه او بعيد عن مجلس النواب، الرئيس بنفسه بيتدخل كشخصه بشخصه هو بصفته الرئاسيه علشان يحافظ على
يعني اللي هو ايه الطبقه الدنيا من الدخول او الطبقه الاجتماعيه اللي بتتعرض لضغوط دلوقتي عشان يحافظ لهم على ما يمكن الحفاظ عليه في ظل الازمات الموجوده عالميا وفي ظل قدرات الدوله المصريه اللي هي مضغوطه جدا واللي يعني شايفه ضغوط يعني ممكن نقول بكل اريحيه ان هي الاسوأ خلال 100 سنه اللي فاتت. صحيح، انا اتفق معاك جدا وبشكرك جدا جدا يا دكتور. كل الشكر للدكتور محمد شادي الخبير الاقتصادي.